وزارة الحج والعمرة جددت تحذيرها الخاص بحتمية حصول راغبي أداء المناسك على تأشيرة الحج، وكمان شددت على أن هذا إجراء ملزم ومن غيره لا يسمح بأداء الحج لأي قادم من خارج المملكة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن تحذيرات السعودية بشأن أداء فريضة الحج لحاملي تأشيرات الزيارة. معنا على التليفون أستاذ عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية. صباح الخير عليك. صباح الخير أستاذة منى، صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. أنا طبعا ببلغكم تحياتي من أرض الحرمين الشريفين، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. عايزين نعرف، هو لازم الشخص اللي هيؤدي الحج يكون معاه تأشيرة حج؟ يعني ما يقدرش يروح وهو معاه تأشيرة تانية وبرضه يؤدي فريضة الحج؟ لا يا فندم، هو بالفعل زي ما حضراتكم تفضلتوا في الأول، لا حجة بدون تصريح للمقيم اللي داخل المملكة العربية السعودية. ما بال حضرتك بالقادم من خارج المملكة العربية السعودية، لابد أن يكون يحمل تأشيرة حج صريحة. واللي عايز أكد على حضراتكم والسادة المشاهدين من خلال صباح الخير يا مصر، أن ابتداء من اليوم السبت الموافق 10 ذو القعدة 1445 18 مايو، يمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها في أربع مطارات أساسية المجاورين للحرم المكي الشريف، ألا وهي مطار الملك عبد العزيز بجدة، المطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطايف، ومطار ينبع. المملكة العربية السعودية هذا العام يوجد تجديد أكثر من أي الأعوام ماضية على موضوع الحج، حرصا منها على أن يكون يمر موسم الحج بسلام وأمان للحجيج عموما. يعني طيب، هو لازم يطلعوا تأشيرة الحج من هنا مثلا من مصر قبل ما يسافروا، ولا ممكن لو حد موجود هناك بزيارة يقدر يستخرج تأشيرة الحج؟ أستاذ محمد، حتى لو موجود داخل المملكة العربية السعودية جميع أنواع الزيارات لا يحق لها أن تقوم بعملية أداء فريضة الحج. مفهوم. أنا أقصد بس أنه ينفع يستخرج تأشيرة وهو هناك؟ يعني في حد دلوقتي خلاص راح يزور حد من أبنائه اللي موجودين هناك ومقيم في المملكة مثلا بقاله فترة، بقاله شهر مثلا وليكن، هل ينفع وهو هناك يطلع التأشيرة ولا كده خلاص؟ للأسف يا أستاذ محمد ممنوع للأسف على جميع أنواع الزيارات، حتى الزيارة التجارية والسياحية وزيارة العمل والزيارة الشخصية. عايز أزيد حضراتكم برضو، أقول لحضراتكم أن هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت فتوى صريحة وواضحة قالت فيها إيه منذ أيام، لا يجوز الذهاب للحج دون تصريح. يعني الموضوع منتهي تماما. كمان هيبقى فيه مخالفات على من يتجاوز أو من يحج بدون تصريح ويتم القبض عليه بالمشاعر المقدسة، ألا وهي عبارة عن 10,000 ريال والتبصيب، بمعنى أنه هو مش هيدخل المملكة العربية السعودية مرة تانية نهائيا. نهائيا ولا الفترة زي ما كان بيحصل؟ لا للأسف نهائيا. فالموضوع مسدد. أنا عايز أقول لحضراتكم ليه المملكة العربية السعودية عملت كده، لأن احنا السنة اللي فاتت للأسف كان عندنا عدد كبير من وفيات بين الحجيج غير حاملي تصريح الحج، وكلهم كان للأسف من الزيارات المختلفة. فده أثر طبعا، فعشان كده المملكة حريصة على أن تتم إجراءات الحج للجميع بسلام، يمكن ده واحد من الأسباب. طيب، الإجراءات الصحيحة الحاج إن شاء الله المفروض يتبعها علشان يقدر يوصل المملكة بسلام من غير ما يتم اعتراضه بسبب تأشيرة الحج، يعمل إيه؟ بالنسبة للحجيج من داخل المملكة العربية السعودية، لابد أن يدخل على موقع وزارة الحج والعمرة، يتم حجز موعد له أو تصريح له يحمل من خلاله كارت أو آي دي في شريحة إلكترونية، وده هيبقى خاص بحجيج الداخل والحجيج القادمين من مصرنا الحبيبة. هذا الكارت اللي هيحمل وهيبقى إجباري إن هو يبقى معلقه في أي مكان من معاه، الكارت ده فيه كل بيانات الحاج، هيتم قراءته من خلال أجهزة إلكترونية خاصة بالحجيج وخاصة بالأمن السعودي. كمان عايز أقول لحضراتكم أن الأمن السعودي
من ساعات أعلن بدعوى لعدم الاستجابة للإعلانات المضللة في موسم الحج من خلال داخل المملكة العربية السعودية أيضا. ده بخصوص الشركات الوهمية، يعني كنا بنشوف شركات وهمية كده يعني بتضحك على الناس وبتدي أسعار مخفضة، هي أسعار وهمية في النهاية، فهل عندنا إجراء يمنع وقوع ضحايا الحملات الحج الوهمية؟ بالفعل وزارة السياحة كان لها دور، وأنا شايف وزارة السياحة بتبذل مجهود كبير جدا، وتم القبض على 114 من سماسرة الحج الوهميين زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذ محمد، وجاري أيضا التطقيس على الزيارات المغادرة من خلال مطارات المملكة العربية، من خلال مطارات جمهورية مصر العربية القادمين إلى المملكة العربية السعودية. عايز أقول لحضرتك كمان في نقطة بيقع فيها كثير من خدمات الحجيج، يعني في بعض التأشيرات بيسمى بتأشيرة خدمة الحجاج. هذه التأشيرة أيضا يا أستاذ محمد تمنع من أداء فريضة الحج. الحج ملخص الموضوع لمن يحمل تأشيرة صريحة أو للمقيم الذي يحمل تصريح حج. أكيد إن شاء الله اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله تكون موسم حج ما فيهوش أي لخبطة أو أي مشاكل. كل الشكر ليك الأستاذ عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، شكرا جزيلا لحضرتك.